فرحت كبير يعني موجود بيناتكم. لو سمحت هيدا أول مرة بالناظور جمهور المغرب مش بعيد عني وأنا مش بعيد عنه، أهلا وسهلا فيكم. شو بتحبوا تسألوني أنا حاضر؟ سلمى سلام عليكم. أهلا فيك. بخصوص لاحظنا بان انتشار الاغنيه المغربيه في العالم العربي خصوصا بعد يعني الثوره اللي لاحظ يعني الاغنيه المغربيه وخصوصا باللهجه المغربيه اللي كانت العديد من الفنانين المشارقه كيقولوا بانها لهجه صعبه، واش ما كتفكروا يعني انكم ديروا شي ديو مع الفنان المغربي باش انكم تزيدوا توصلوا اكثر للجمهور المغربي؟ يعني اليوم الاغنيه المغربيه بالطليعه بديش هيبتي ابدا، كل العالم بتحب اللحن الحلو وعنده ناس عندهم ملحنين رائعين مطربين حلوين وكل شيء موجود ومسهل. انا ان شاء الله اني مرت الثاني ارجع ورجعت بغنية مغربية حلوة ان شاء الله بلشنا على وعلى جديدي رح غني الاغنية اللي نزلتها مؤخرا بلا حب ولا بطيخ اللي عملها مصطفى بركات رح غنيها جاي ان شاء الله. مستر فارس مرحبا بك. اخر حفله لي كانت في مازابان 2013 اعتقد، وغبتي بعدها يعني بدا الحفلات في المغرب، شنو سبب هذا الغياب اولا؟ يعني لا انا من سنتين كمان رحت على طنجه على المدية وبتعرفي اكيد بكون في تواريخ ايام ظابطه ايام تواريخ مش ظابطه، ما بعتقد اني غبت كثير هلا نحن. نعم. معروف عليك فارس انك ما كتحبش يعني اللقاءات الصحفيه. لا والله بس انا هذا غزلني. لا ممكن تصرحت فيها يعني من فتره. نعم. لكن كنلاحظوا يعني مؤخرا في طلاتك في برامج اعلاميه عربيه انه كانت عندك تصريحات قويه جرت عليك بعض انتقادات من سواء من اشخاص او من جهات، مثلا تصريحك عن سوريا عن بشار الاسد. يعني هذه قصه ملكي زمان. لا واش هل تغير تعامل فارس مع الاعلام يعني؟ لا 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 ما تغير، بس وقت اللي لازم اطلع احكي بطلع بحكي. يعني هلا انا في مهرجان كبير ومهرجان مهم وانا بالمغرب الحبيب، يعني اكيد لازم اكون على تواصل انه يمكن انا اول مره يمكن واحد انه يكون، بس انا اذا بترجع لي انا بحب ضل بعيد لاني انا انسان صريح وانسان بحكي اللي بقلبي ما بخاف صليب لساني، فكرمال هيك ببعث، بس وقت اللي لازم اكون موجود انا حاضر. نعم، اغنية بلاد الله. نعم. جديدة اللي كتحضرها، هل سيكون المغرب حاضر فيها؟ اكيد بقوة. المغرب وسوريا اغنية بتحكي عن البلدان العربية كلها. عم تحكي عن البلدان العربية بحب وبفرح يعني مش بحرب لأنه زقنا حرب وزقنا. بتحكي عن المغرب، بتحكي عن دبي، بتحكي عن سوريا، بتحكي عن فلسطين، بتحكي عن تونس، بتحكي عن لبنان. ان شاء الله انه بتكون حلوه وهي مش اغنيه واحده رح تنزل ضمن سدية كامله سبع اغاني او ثمان اغاني جديده. شكرا لك. هل تعمل فيها سؤال اخر؟ مع ملحن او شيء؟ ملحن ياسر جلال، كلماته ملحن ياسر جلال، واكيد رح اتعامل مع كثير ملحنين تعاملت انا وياهم سابقا، سليم سلامه وياسر جلال ويحيى الحسن وان شاء الله بتطلع. شكرا. انا اول مره اني كنت اسمع نور في رحب الاهل سؤالي الدوره الرابعه اللي نظن لحتى ما اخبي عليها هل ليلي لا، بس ان شاء الله مرت الثانيه ان يكون في اغنيه مغربيه خاصه لإلي، لاني انا بشوف حالي فيكم وبحبكم من قلبي لانه بعرف انكم انتم بتحبوا. سؤال اخر؟ تفضل. السلام عليكم. الله يخليك. علي اسبريس. الله يخليك. فارس كرم علاقتك بلي ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، انت نشيط على تويتر فيسبوك. صحافه كثيره تحدثت على رسائل مشفره يرسلها فارس كرم للجماهير والمتابعين ديالو الصفحات. ما صحيح ذلك؟ يعني ترسل رسائل مشفره في تويتات، تكتب تويتات بهدف ارسال رسائل لاشخاص معينين. يعني اخر مره كتبت ليش
الجيش كله بقى اوسع كله صح؟ لا اعمل له ميت لو حد بيتكلم كثير اعمل ايه صح 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 لانه هذه خبرك اول شيء لحتى خبرك خبريه بحس السوشيال ميديا مع احترامي لكل الصحافي والاعلام يعني بكن لهم كل الاحترام بس بحس هالتويتر والانستغرام كذب كبير كذب كبير على العالم وانا مجبور اني اكون بالسوشيال ميديا يعني انا لو ما انا فنان ما بدقق بالتليفون بس يعني بتفاجئ بكثير اصلا حكيتها قبل انا يعني فنانة عفوا بتصور الشوز تبعها بيجي 600,000 لايك بتطلع وحده تانية مطربه بكل معنى الكلمه بتجيب 2000 و3000 يعني هيدا كله صار بعتقد انا انه في كثير مبالغه بهالموضوع هيدا وهو الرسائل يعني ايام بيطلع براسي جمل بدي اقولها انا بقولها على تويتر فقط لا بس انا ما بكون يعني عيني حدا فيها يعني في كثير عالم مرقت بحياتي اثرت فيه اكيد اول شيء امي واختي وانا بحترم المرأة التقليدية أنا إنسان فعال بالمجتمع ومعروف عن المرأة المغربية مثل المرأة اللبنانية عن الجمال في كثير عالم مرأة بحياتي أثروا بالمنيح وأثروا بالمش منيح خلينا نحكي عن المنيح في عالم قلت لك إنه أمي يمكن أثرت فيه أختي أثرت فيه بعض العالم اللي كنت على علاقات صداقة أنا وياهم أثروا فيه بالخير وعلى طول بذكرهم بالخير. شو هذا اللي أثروا فيه؟ لماذا فارس كرم عازف على الزواج؟ والله أنا بدي أتجوز بس ما عم تزبط معي والله ما عم تزبط ممكن نشوفه عروس مغربية؟ يا ريت إذا أنت تحت إيدك أنا حاضر يا ريت إن شاء الله ما حدا بيعرف النصيب وين بس انا على طول بتذكر انه لازم اتجوز لازم اجيب عيال اولاد بس بعد سبحان الله كل شيء مقدر كل شيء عند الله يعني تفضل بلا حب بلا بطيخ مع ملح بركات نعم. يعني كانت شويه مفارقه يعني صح الاسم كان صادم يعني عنوان كان صادم صح. والملحن او صح. اللي تعاونتي معاه يعني كان حددنا تفصيل شوي كيف استطعت اقناع ملحن بركات يعني بالتلحين اول شيء لاني كيها اول مره بقولها هالاغنيه كان ملحن بركات بده يغنيها ولانه فيها بلا حب وبلا بطيخ كان ملحن حاططها على الراب جيت سمعت الاغنيه انا هيدا مثل شعبي عندنا بقول بلا حب في ناس اخذتها غير بغير محل انه بطيخ اول شيء انا هيدا لون خاص فيي انا نجحت فيه وهيدا لون بيشبهني وهيدا لون بسيط وعفوي وبعتبر انا اني انا قادر وملك بهيدا اللون فانا غنيت الغنيه وشو حالي اني غنيت الغنيه والغنيه عملت صدى كثير كبير عند الناس بالوطن العربي يمكن هون بالمغرب وصلت هلا باخر عم توصل بس الاغنيه من اجمل ما غنيت وكان تعاون كثير حلو انا وملحن لانه ملحن بركات اضافه لاسمي انا موسيقار كبير والاغنيه ملحن ما غنيها لانه فيها كلمه بطيخ بس انا برجع بقول لك كلمه بلا حب وبلا بطيخ هيدا مثل شعبي لبناني بلا حب وبلا بطيخ يعني على طول بيذكروا البطيخ بس انا على طول مصدر علامه استفهام انه ليش غنى هيك فارس كرم ليش غنى لاني حبيت غني هيك لانه هلا اذا بترجع بتيجي غنيه برجع غني صديقتي وغالي على قلبي كثير انا انسان قليل الخصيه لانه انعرض الموضوع كذا مره بس انا اذا بدك ما كثير يعني ضل نقص باقي ثاني لانه انا يعني مثل ما غنيت انا وملحم بركات يعني لحل ملحم هالاغنيه يعني جبت ملحم لعندي يعني اسمى لوين بدي اجيبها لعندي بس ان شاء الله يا رب بيوم من الايام انا اسمى
شاء الله يصير في تعاون. عرضت الفكرة يعني إن شاء الله. فارس بيتي من صغر سن هنا، لكن ما وصلت للعالم العربي حتى 96 كنظن، والمغرب خصوصا مع أغنية تنورة، علاش هذا التأخير هذا؟ ما كان في تأخير، بس أنا وقفت، أنا قبل وقفت بلشت ببرنامج استوديو الفن، وقفت 6 سنين ما غنيت نهائيا أبدا أبدا أبدا، لأنه صار في مشاكل معي، وبعدين رجعت غنيت، وكانت البداية كثير حلوة، وكانت الفاتحة التنورة يعني الحمد لله يا رب، إنه كانت الأغاني واصلة يعني التنورة والصوانجي والقربة وتنبك معسر الحمد لله يا رب. ممكن تغني لون اخر طربي من غير لون؟ اكيد هلا عم حضر بالسدي اغاني غير اللون يلي بغنيه. هل اغانيك تعكس شخصيه؟ عندي كم شاب هون، في ثلاث بالضبط، مش نصهم، ثلاث ارباع من سوانجي هيدي، بس الاغنيه عطتني اكثر ما انا يعني اكثر ما انا بفكر، اكثر ما انا بحس. عنوان الاغنية لفت النظر شوي، بس انا اذا بترجع لإلي زهقت وقرفت من يكون نسوانجي. هيدي حقيقة عمر بالحياة مرق، كلنا بكون كل شاب في طايش وفي جان، والانسان بيتقدم وبيتعلم وبيتطور يعني. فانا قليلي هلا بعود عن كل شيء، وعود بالضيعة عند اهلي، هيدي لستي يعني. شكرا لك.